كأس التحدي واللاعب رقم واحد بيسخن، لاعب رقم واحد جمهور الأهلي، لأنه يا جماعة اللي شاف جمهور الأهلي في كل مناسبة بالذات في منطقة الخليج، يروح يلعب في السعودية، يلعب في الإمارات، يلعب في قطر، أي مدينة عربية يحل عليها الأهلي ضيفا، تبص تلاقي الحضور الكبير جدا لجماهير الأهلي من دلوقتي وقبل مباراة 14 ديسمبر اللي الأهلي هيلعب فيها على كأس التحدي الفائز من بطلي أمريكا الشمالية والجنوبية. من النهاردة اللاعب رقم واحد في الدوحة بيسخن، عشان كده معانا من العاصمة القطرية الناقد الرياضي والصديق العزيز الأستاذ محمد الجزار عشان يحطنا في كل تفاصيل المشهد للإنتر كونتيننتال. مساء الخير يا أستاذ محمد، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء النور استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للباشمهندس عدلي وكل جمهور النادي الاهلي وكل متابعين قناه النادي الاهلي. انا عارف انه اللاعب رقم واحد بيسخن عندكم من بدري شويه، ايه التفصيله؟ والله ده بيسخن من وقت مباراه العين يا كابتن ابراهيم. يمكن الحقيقه جمهور النادي الاهلي ليه علاقه خاصه هنا، لرابطه المشجعين او جمهور النادي الاهلي في قطر في علاقه كده خاصه جدا مع النادي الاهلي لما بيجي الدوحه، لان الحقيقه في الاهلي مرتبط بالانجازات والبطولات لما بيجي قطر بالذات. حصل ده في بطوله كاس العالم للانديه الميداليه البرونزيه، حصل في بطوله كاس السوبر قدام الرجاء قدام نهضه بركان كان اللقب من نصيب النادي الاهلي، حتى في بطوله السله الاهلي في بطوله الانديه العربيه صحيح خد الوصافه لكن كان في حضور جماهيري مميز، وكان رغم الغيابات ورغم الظروف كان بمثابه انجاز للنادي الاهلي وان كان لا يرضى الا باللقب. الحقيقه عموما من وقت مباراه العين وبعد ما تحدد ان قطر هتستضيف النهائيات وتم الاعلان بشكل رسمي، جمهور النادي الاهلي الحقيقه بيستعد بكل قوه وبيجهز نفسه لدعم كبير جدا للنادي الاهلي ان شاء الله من اجل الوصول الى المباراه النهائيه والعبور الى استاد لوسيل، الاستاد اللي استضاف نهائي بطوله كاس العالم 2022 قبل سنتين. ان شاء الله باذن الله من خلال اللي انا شايفه ومن خلال العمل الكبير اللي بيقوم بيه الشباب هنا هنقول نوعد باذن الله كل محبين وعشاق النادي الاهلي في كل مكان انهم هيشوفوا حاجه تليق باسم النادي الاهلي وبسمعه النادي الاهلي وباسم جماهيره كمان. كلنا ثقه طبعا في، اولا اهلا بيك محمد، وكلنا ثقه ان جماهير الاهلي في اي مكان، والدوحه كما رايناها اكثر من مره لا بيبقى اولا طوقين جدا يشوفوا النادي الاهلي وعارفين بيشجعوا ازاي. تشجيع ناضج جدا في كل ثانيه من قبل المباراه ما تبدا لحد ما تنتهي، وكمان النادي الاهلي بيفي بوعوده في كل الاحوال حتى الان في الدوحه. يا رب المباراه القادمه تكون برضو ضمن هذه السلسله من النجاح للنادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله يا باشمهندس عدلي. الحقيقه انا هحكي لك على موقف حصل قدام عيني الحقيقه من الحاجات اللي بتبين لك قد ايه جمهور النادي الاهلي بينتمي لهذا الكيان. الشباب هنا يا باشمهندس بيعملوا بروفات عشان ينظموا مدرج الثالثه شمال وعشان الهتافات اللي هتطلع وكل الترتيبات الخاصه بتشجيع النادي الاهلي تكون بصوره احترافيه بشكل كويس. فالحقيقه اول بروفا ثاني بروفا الشباب اللي بيجوا المجموعه الناس اللي يمكن اكتر من الرجال او الشباب الكبار في السن، لكن مع الوقت بدا بعض العائلات تيجي، بدا بعض الاطفال، بدا الكثير من الاعمار والفئات السنيه تيجي تكون موجوده، حبوا الموضوع جدا. فالحقيقه من ضمن الهتافات هتاف من كل مكان جايين للاهلي، فالشباب عملوا الاغنيه وعملوا الهتاف باشمهندس بدون موسيقى بدون الترومبيطه، فالناس بدات تهتف وتقول بس باصواتهم بحناجرهم. انا شفت في عيون بعض الناس لما بتيجي الحته بتاعت بيتي واصحابي واهلي حسيت ان في بعض الناس بدات عينيها تدمع، بدات الناس تحس ان المدرج بتاعها والنادي الاهلي ده ملك ليها وكيان هي منتميه ليه، انهم اصحاب جالسين مع بعض وموجودين وقاعدين مع بعض في حب وانتماء لهذا
الكيان كان مشهد الحقيقه مؤثر جدا. بدات الاطفال تحفظ الاناشيد وتردد الاناشيد، بدا الموضوع ينتشر، بقينا نشوف الناس مقبله كل مره تجمع بيقولوا لا عايزين كل اسبوع بدل ما يكون يوم او يومين يكون ثلاثه واربعه نيجي نهتف ونشجع عشان نكون جاهزين للنادي الاهلي. انا حتى على المستوى الشخصي انا عندي بناتي مكه وكيانه باشمهندس شافوا فيديو البنت الصغيره بتهتف للنادي الاهلي هتاف جميل، بقوا كل يوم يتفرجوا عليه على اليوتيوب. جبت لهم تيشيرت النادي الاهلي، عايز اقول لحضرتك انهم كل يوم قبل ما يصحوا يروحوا الحضانه اصحى الاقيهم حاضنين التيشيرت واخدينه جنبهم فرحانين. وحتى والدتهم تقول لي امتى يوم الماتش، لازم البنات رغم انهم لسه ثلاث سنين لكن عايزين يروحوا النادي الاهلي كل يوم يتفرجوا على الفيديوهات وهتافات الجماهير. فالحقيقه في حاله جميله جدا باشمهندس. احنا بالنسبه لنا كل الناس هنا قدوم النادي الاهلي عيد، كلنا منتظرين اليوم، ربنا كلنا مستنيين اليوم ده، ربنا يخلي لك اولادك ويخليهم للاهلي. ولكن عايز اسالك سؤال، لاني دائما الاحظ ان روابط المشجعين في الخليج وتحديدا السعوديه والامارات والكويت والبحرين بيبقى في تنسيق وفي حرص ان هم يتوافدوا على كل الايفنتات اللي تخص النادي الاهلي. هل في اتصالات معينه بيلجأوا لكم تساعدوهم في حاجه، ولا مفيش تنسيق حتى الان في هذا الامر؟ لا الحقيقه يا باشمهندس، خليني الاول اشكر اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي بنتمنى ليه الشفاء العاجل، ربنا يخليه ويبارك في عمره وما يحرمناش منه ابدا. الحقيقه في تنسيق كبير جدا الاول ما بين اداره النادي الاهلي والرابطه، مثلا رابطه النادي هنا في قطر على تواصل باستمرار مع الاداره، مع الاستاذ سعد شلبي، مع الباشمهندس خالد، الحقيقه فاتحين خط اتصال والاداره بتحاول انها توفر ليهم كل احتياجاتهم بشكل كبير جدا. وده بيحصل، ويمكن انا من خلال معرفتي وتواصلي مع الكثير من الناس في سواء الامارات او البحرين وحتى السعوديه والكويت برضه نفس الشيء بيحصل. فاصبح العلاقه لما بيكون في ماتش في السعوديه، الاتصال بين رابطه السعوديه ورابطه قطر، بين رابطه قطر وبين رابطه الكويت، بين رابطه الكويت والسعوديه، فكلنا بحكم القرب الجغرافي الماتش لما بيكون في دوله من الدول دي كانه في قطر هو نفسه في السعوديه او في الكويت. ففي التواصل بين كل الشباب في الروابط، في الحقيقه علاقه مميزه جدا لدرجه ان حتى هنا الشباب في رابطه السعوديه عرضوا على الشباب في رابطه قطر انهم يوفروا لهم الادوات ويجيبوا الادوات اللي استخدمت في التشجيع خلال بطوله كاس السوبر، ونفس الامر في بطوله كاس السوبر في الامارات. فالحقيقه في تواصل كبير جدا، ودي الروح اللي بتقول ان جمهور النادي الاهلي هو الدرع فعلا والسيف وحامل حمى بالنسبه للكيان. الحقيقه انا شخصيا مبسوط بالروح دي يا باشمهندس، لان دول ناس منتميه فعلا للنادي الاهلي والكيان النادي الاهلي، وبتبذل الغالي والنفيس وبتاخد من وقتها. وحضرتك عارف ظروف الارتباطات في العمل في الغربه، بيبقى من الصعب ان انت تلاقي وقت كافي، لكن رغم كده الناس بتوفر وقت حتى انها تعمل بروفات للتشجيع، مش مجرد بس ان احنا هيجي موعد الماتش او يوم الماتش هنروح وخلاص، لا دي حاله عشق وحاله انتماء كبيره جدا. اعتقد ان ممكن يتعمل عنها افلام وثائقيه في المستقبل، ان ازاي دي بتعرف انها تجمع نفسها، الناس دي منتميه بس للنادي الاهلي مش لاي حد تاني، الناس دي ما تقبلش ولا تسمح ان اي خروج عن النص او اي اساءه لاي شخص في النادي في مجلس الاداره بيدافعوا دايما عن لاعبتهم، لانهم السند والظهر، انت سند وظهر لفرقتك ولناديك ولادارتك في وقت الشده قبل وقت الانجازات وتحقيق الانتصارات والبطولات. محمد، حركه بيع التذاكر بالنسبه لمباراه الاهلي مباراه 14، هل نفذت الحصه المخصصه تماما ولا لسه؟ هو اللي تم الاعلان عنه بالنسبه للفتره او للمرحله الاولى اللي هي حاملين بطاقه الفيزا، كان في اقبال كبير جدا عليها، والتذاكر اللي مخصصه تم بيعها بالكامل. المرحله الثانيه ايضا الاستاذ ابراهيم يوم 21 نوفمبر تم طرحها، وتم ايضا نفذت بالكامل. كان في الامس
فئه اللي هي الفئه الاولى لتذاكر ايضا مباراه النادي الاهلي فئه ال 150 ريال اللي كان معروض قبل كده 140 او 40 ريال عفوا نفذ. الفئه الاولى اللي هي 150 تم طرح مجموعه بالامس ونفذت ايضا. الفيفا يمكن بيحاول كل فتره يوفر مجموعه اللي هي بقى الريتيل، الناس اللي مثلا بتكون اشترت التذاكر وترجعها تاني. لكن في تصريحات حتى الرئيس لجنه التسويق والمسؤول عن الفعاليات حسن ربيع الكواري قال ان الاقبال كبير جدا خصوصا في مصر والدول وقطر والدول الخليجيه. يمكن حتى كمان من الحاجات الكويسه انهم خصصوا كوته معينه اللي هي كوته الثالثه شمال لرابطه جماهير ومشجعين النادي الاهلي في قطر، تقديرا لقيمه الثالثه شمال بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لجماهيره. فاقول لحضرتك ان شاء الله من 30 ل 40 الف في المباراه الاولى على استاد 974 هيكون المدرج كامل وفل بالنسبه باللون الاحمر لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد، وكل التوفيق، وتحياتنا لكل الاخوه عندك اعضاء رابطه الاهلي، المستشار حسام وكل الناس اللي معاه اللي انت بتاكد ان هم عاملين بروفات من دلوقتي على مسانده الاهلي في المباراه. ان شاء الله يكون لهم تاثير كبير باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك والكل بلغت التحيه، وتحياتنا لمهندسنا الكبير وقدوتنا الباشمهندس عبد القيعي، ربنا يديله الصحه. شكرا جزيلا للزميل الصحفي محمد الجزار من الدوحه. واعتقد اللاعب رقم واحد ده مهم قوي. شوف يا استاذ ابراهيم، اللي بيسافروا بيتكبدوا المشاق والاموال، هم رايحين عشان اكل العيش. ان هم يعني رايحين يعملوا فلوس، لكن عندما ياتي الاهلي ما بيفكروش في البذل. البذل ولذلك هم على راسنا من فوق، جماهير الاهلي باستمرار على راسنا من فوق. ليهم كل التحيه، وان شاء الله تعالى يكون لهم حضور قوي جدا في الدوحة في مساندة الأهلي في كأس التحدي بإذن الله.